لي صون زوينة، واحد الأغنية ديال تامر حسني سميتها بعيش. هاد الأغنية هادي جوبونس قليل لي داير لي صون ديالها في يوتيوب، مقررتش باش نديرها اليوم هذا الطلب ديالها، يعني بنادم بزاف اللي طلب مني باش نديرها. المهم هاد الأغنية هادي غادي تحتاجو فيها لي باغي بزاف، يعني الإنسان اللي مكيعرفش لي باغي يحاول يمشي نعم، حيت لي باغي أي واحد كيلقى معاهم صعوبة في الأول ولا من بعد كيتلقي يديه صافي سي باغاف كتجي ساهلة. المهم هاد الأغنية هادي غتجيب الكاتخيام كاس عندكم هاد لاكورد. هي المشكلة تلقاها في لافخا أنا متأكد، وكاينة هادي وكاينة هادي وكاينة هادي عاوتاني، هنا غنبقاو في هاد ليكورد هادو في هاد البارتي الأولى. كيمشي باي أنا كينشغل، كيمشي من هاد لاكورد هادي كيجي لهادي كيجي لهنا كيهبط هاد السبعة هاد الصغير لهنا عشان كيحيد هاد الصغير وكيدير هاد كتمشي كاين اللي كيدير بهاد الطريقة وكاين اللي كيديرها هنا عاوتاني كيمشي كيمشي لبارتي أخرى كيجي لهنا كيجي لهاد لاكورد بالبارشي الاولى قلنا تجيو الكاتريام كاس تجيو لهنا لهاد لاكورد هادي. المهم فهادي كضرب هاكا هاد اطلعها كيما كطلعها هنا ياك كتجي لهنا بزاف. المهم ان ما فهمتوش فيها شي حاجه لقيتو فيها شي صعوبه هادي ما تنساوش لي كومونتير وما تنساوناش كما العاده لي لايك ولي سيبس. شكرا على المشاهده.